إذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر أيضا، حيث أنني أريد أن أعرف أن هذا الطعام مالح أم لا؟ أيضا أرجو بهذا إفادة. ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به، فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه. ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم.